طبعا مستمرين بالتغطيات. الشوط الرياضي الاول 0-0 نصف النهائي في دوره المفاجات. ديدي اخرج ميلانو اليوم في افتتاحيه. توقعاتك الشوط الاول؟ طلعوا اتوقع 2-0 لفريق الميلان باذن الله علي فرنسا وعسى ان شاء الله. بس ديدي فريق قوي. الله قوي نحترم الخصم لكن ان شاء الله واثقين بافرادنا ان شاء الله لعيبه كبار يقدموا مستوى ان شاء الله. الشوط الاول بيكون 0-0 ولا فيه اهداف؟ لا ان شاء الله فيه اهداف حتنتهي 2-0 ان شاء الله. القادم من مكه الشوط الرياضي الاول نتيجه سلبيه. توقعاتك في هذه المباراه هل ستنتهي سلبيه ام هناك اهداف حاضره؟ 1-0 لميلان. اتوقع ان شاء الله. اكيد اكيد. مين بيجيب الهدف؟ سيدنا الشيخ. ها سيدنا الشيخ. سيدنا الشيخ. اه سيدنا الشيخ. مين؟ نافا سيد. انت تكذب علي؟ ها كذب علي. نافا سيد. تسعى نافا سيد. اه ايش رايك فيس؟ حسو لاعب كبير ان شاء الله يمكن هو يزبطه يروح خلاص قطر على الغراب. ها والله لا. لو راح في غير ان شاء الله. ها الدكة فيه مليان. الله يوفقه. الله يوفقه. إذن مستمعينا الكرام ما زالت تغطيتنا متواصلة في الليلة الافتتاحية في دورة المدي. مواجهة تجمع فريقين، فريق ميلانو من جدة وفريق نجوم الديدي من مكة. شوط رياضي أول والنتيجة ما زالت سلبية. لا ما عليك إن شاء الله يحسم المباراة ونتفوق عليهم ونأخذ التار لأنهم هم طلعونا في المفاجآت. نصف النهائي. ها إن شاء الله اليوم نأخذ التار. توقعاتك تمام من يعني من راح يسجل من ميلانو؟ ان شاء الله علي سويد وعسو. الشوط الاول هذا في اي وقت ان شاء الله. انت علم على نظام يعني اكيد يعني في فوز في فرحه ان شاء الله باذن الله. ممكن طيب تخسر؟ لا ما عليك ان شاء الله. تعرف عليك الارقام خالد بازيدان زي عجيلي. الله يحييك اليوم مشجع ميلانو وعاشق ميلانو شكلك. ايه الشوط الاول ايش شايف النتيجه؟ 0-0 والله بس ضاغطين ان شاء الله نجيب الاول. توقع يعني في اهداف حاضره ان شاء الله يا رب. بس نجوم الديدي اخرجوا ميلانو في دوره المفاجات في نصف النهائي. لا بس ان شاء الله اليوم نجيبهم ناكلهم ان شاء الله. اليوم بينهم تحدي كبير. لا ان شاء الله نجيبهم اليوم. 1-0 تتوقع؟ والله ما اتوقع 1 اكثر ان شاء الله. ان شاء الله اكثر. إذن مستمرين بتغطيتنا على قناة خالد بازيدان الإعلامية على اليوتيوب. إذن مستمرين شوط رياضي أول ونتيجة سلبية 0-0. ميلانو من جدة فريق قوي فريق معروف ونجوم الديدي برضو بطل وفريق معروف. شوط أول نتيجة سلبية إيش أنت شوف المباراة؟ إن شاء الله الشوط الثاني إن شاء الله ميلانو يجيب هدف. الشوط الثاني يعني فيه أهداف؟ إن شاء الله في 2-1. والأول؟ ها؟ الشوط الاول ايش بيكون سلبي؟ سلبي. الشوط الثاني في اهداف. طيب الثاني طيب مين راح يسجل؟ ميلان اكيد. تتفق معه؟ الشوط الاول حيكون فيه اهداف. ميلانو ضاغطين. ادم خطه. حيجيبه؟ حيجيبه. ادم حيجيب؟ ان شاء الله. بس الديدي فريق قوي. والله ولو انت شايف المباراه كيف؟ الديدي اخرج ميلانو من نصف النهائي. اخرجوا ده واخذ البطوله كمان في المفاجات. بس اليوم ما حيمشوا. أكيد المهم لله يلدغ من يحر. قبلك أشرف إن شاء الله. أول شيء أتعرف عليك على قناة خالد بازيدان. محمد السلمي. النعم فيك أستاذ محمد. شوط رياضي أول كيف بشوف النتيجة ما زالت سلبية؟ حينتهي الشوط أصله سلبي حيكون 0-0 إن شاء الله. الشوط الثاني حيتقدم ميلانو 1-0 حتنتهي المباراة إن شاء الله 1-0 لميلان. 1-0 للميلان. والديدي اخرج الميلان من نصف نهائي دورة المفاجآت. صحيح اخرج لكن ميلان السنة ان شاء الله فريق مكتمل وجاهز واعداده ما شاء الله يعني اعداده من بدري ونجوم كلهم ما شاء الله حيقدموا السنة مفاجأة للدور ان شاء الله. يعني ما شاء الله ثلاثة أربعهم كلهم في قطر وان شاء الله حيثبت وجودهم السنة شباب مستقبل لهم ان شاء الله في جميع الأندية سواء في قطر أو سواء في المملكة. لك العافية أستاذ. الله عاشق. تحب الكرة؟ أيوه. شجع مين اليوم؟ ميلان. ميلان؟ إيه. واقف في مدرجات ديدي. كيف؟ هذه كل منطقة ديدي. ما عندك مشكلة. كلنا أصحاب تسعة. كلنا أصحاب تسعة طيب. لا بيزعلوا كده يقولوا. لا ما يحتاج. لا ما عندك. توقعاتك؟ والله توقعاتي يمكن تعادل كده. تعادل 0-0 شيء اكيد. افتتاح شيء اكيد تعادل
دائما الاتحاد تكون تعادل على طول. يعطيك العافيه. إذن تغطيتنا ما زالت مستمرة في هذه المواجهة وفي هذه المباراة الجميلة. الشوط الرياضي الأول النتيجة ما زالت سلبية داخل في أجواء المباراة. عرف عليك. هلا حبيبي. عرف عليك. إدريس. إدريس جو المباراة. والله دوب أنا جاي ما أدري عن شيء. كيف المباراة؟ كيف المباراة؟ أنا جاي زي ما أنت شايف. طيب جاي مكة جاي من جدة؟ لا جدة. جدة؟ إيوه. الشوط الأول توقعاتك في هدف جاي؟ لا إن شاء الله فيه. في ان شاء الله. تبغى الديدة او ميلان؟ لا ميلان. والله؟ ايه. عند الديدة اليوم جالس وعند مدرب الديدة؟ ايش فيها عادي؟ فري ما في شيء. هذا حب الاحمر ترى ما يرضى هذا. من هو؟ يعني يجي هدف لميلان تقوم تفرح يا زكي ترى ما. لا لا ما افرح. ها؟ افرح داخلي ما عليك. انت كمان معه؟ لا ماني معه. مع مين؟ عند ميلان. مع ميلان؟ ايه. طيب هو كمان مع ميلان؟ مستوى امر الله. ها؟ امر الله يستوي. برشلونه يعني خلاص ما في دوري. في دوري كيف ما في دوري؟ في اوروبا السنه الجايه. احنا العام ماخذ كم؟ العام خلاص راح الحين سنه جديده. ايش اخذت؟ في كاس الملك. انت تشجع الميلان وواقفين هنا عند الديده؟ هذا دوب جينا ماشيين. عبد الله الحربي ترى مره عصبي ترى انتبهوا لا شوف. لا العافيه عم يعطيك العافيه. إذن تغطيتنا متواصلة. جمهور كبير ردة فعل جميلة. جمهور عاشق لكرة القدم. نتابع مباراة مستمرة في هذه المواجهة. الشوط الأول والله الشوط الأول متوازن بين الفريقين ما شاء الله. ميلان لاعب وديدي كمان لاعب. بس تمنياتك أكيد جاي من مكة. أكيد الديدي المكة أدرب أشعار. أكيد أكيد أكيد. مبروك الوحدة على الصعود. الله يبارك فيك إن شاء الله. إن شاء الله نشوف الوحدة إن شاء الله. ها جديد إن شاء الله السنة الجاية ونشوف الوحدة. شوف بصر. مكة كده كلها إن شاء الله بالأحمر مع فرحة الديدي ومع فرحة. آمين إن شاء الله. يسمع منك ربنا إن شاء الله. يعطيك العافية حبيبي. الله يعافيك حبيبي. تعرف عليك يا طيب. سلطان بلال حبيبي معك. من مكة برضه. من مكة إيه. الله يحييك. أهلا فيك. السنة اليوم الديدي. والله عاد زي ما أنت شايف مباراة حلوة وإن شاء الله نتمناها بس للديدي بإذن الرحمن. كم طيب؟ هذا نتمناه 2-0. ما شاء الله الديدي ما شاء الله عنده كوكب من النجوم ما شاء الله. ما يحتاج هذا الديدي هذا نجوم وما يحتاج في كل مكان احنا معاه ان شاء الله يا رب. منو اليوم الفوز؟ والله نتمناه هذا الديدي باذن الرحمن. توقعاتك كذا لاعب يعني في بالك يعني توقعاتك اللاعب هذا يعني هو راح يسجل هو راح ان شاء الله انه حمزه منقش باذن الرحمن. يعطيك العافيه حبيبي. يعافيك حبيبي. تغطيتنا ما زالت مستمره في هذه البطوله وفي هذه الليله الافتتاحيه وفي هذه المواجهه. ايضا التقي مع احد النجوم الكابتن احمد عبده مدافع فريق المدي وايضا لاعب فريق الوفا هناك بمكه المكرمه. احمد عبده الشوط الرياضي الاول مواجهه ما زالت سلبيه 0-0. وشي بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ما شاء الله المباراة خير ما اختاروا ميلانو والديدي. يعني المباراة حلوة لأن احنا الشوط الأول لعب مفتوح سجال بين ميلانو والديدي. نتمنى التوفيق إن شاء الله للفريقين إن شاء الله بإذن الله. مناها اليوم لأهالي مكة. والله إن شاء الله شيء أكيد لكن برضو ميلانو برضو عندي ناس يعني عزيزين وغالين ونتمنى إن شاء الله التوفيق إن شاء الله الجميع إن شاء الله. توقعاتك يا أحمد سلبية في أهداف حاضرة كيف بيكون الشوط الأول؟ والله زي ما قلت لك يعني المباراة مفتوحة لين دحين يعني الشوط الثاني أظن برضو حتى لأنه الفريقين صراحة بيلعبوا كورة. الفريقين ما شاء الله حتى بداية اللعب كان مفتوح يعني ما في تقفيل ما في حرص إنه المباراة تروح أول مباراة ثاني أول مباراة في الدوري. يعني اللعب كان مفتوح اللعب مفتوح زي ما انتم شايفين وان شكلها هتوصل بلنتيات. انا اقول لك شكلها بلنتيات وفي فريق من الفريقين ان شاء الله هيفوز. ما شاء الله نجوم ميلانو يعني بنجوم كبيره وايضا استاذ عبد الله الحرب اليوم ما شاء الله يعني جايب نجوم عديده وجايب اسماء كبيره. ان شاء الله نشوف مباراتكم ممتعه. والله ان شاء الله باذن الله زي ما قلت لك انا يعني الفريق يعني الفريقين ما شاء الله في اسماء وفي لعيبه. ميلانو ما شاء الله شباب وخبره والديدي برضه ما شاء الله شباب وخبره. عشان كذا اقول لك يعني حتى الكره لو تلاحظ يعني ما شاء الله كوره في المباراه. ونتمنى لهم يعطيك العافيه استاذ. الله يعافيك ان شاء الله. اذا تغطيتنا متواصله في هذه المواجهه الرياضيه وفي هذه المباراه الرياضيه وفي هذه السهره الجميله وفي ليله افتتاحيه من ليالي كرة القدم في دورة المدي رقم 12 هنا على ملعب المدي. الشوط الرياضي الأول مع مين انت؟ والله مع ميلان. ميلانو ايه مع ميلانو مع ميلان مع ميلانو
إيه الاثنين مع ميلانو إيه وجالسين في الدرجات المدي إيه المدي آه لا ما في مدي جالسين في مدرجات الديدي آه كل واحد آه كل واحد ما حيرضى دول عادي آه عادي كل واحد والله مدربهم ما يرضى لا عادي يرضى آه عادي في أهداف طيب إيه لقب أهداف أهلاوي ولا أهلاوي اتحادي زعلت طب أهلاوي 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 أتمناها بكرة إن شاء الله كم توقعتك والله 2-0 2-0 أنت عد هلالي أنا ها اتحادي وتميل للهلال ولا الهلال صراحة طيب شو طلبوا هذا راح ينتهي سلبي ولا فيها هدف سلبي سلبي إيه سلبي 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 الانتهاء تمكن ممكن انتهى ممكن الخميس هنا بإذن الله بإذن الله مولع الدنيا مولع مولع يعطيكم العافية إذن تغطيتنا ما زالت متواصلة إذن ألتقي بأحد المعلقين المعلق جابر الكعبي يساند اليوم ولا أعلم مع من في هذه المباراة جابر توقعاتك المباراة والله إن شاء الله اليوم ميلان بيفوز 2-1 إن شاء الله جابر تقول لي ميلان وانت جالس عند درجات الديدة لا لا عادي أنا شوف ماني ميلاني بس قاعد يعني أقول لك توقع اليوم ميلان إنه بيفوز على الديدي 2-1 إيه وماني ميلان بس الديدي أخرج ميلانو في دورة المفاجآت في نصف النهائي ركلات ترجيح كورة ركلات حظ هذه اللعبة إيه وهذه ركلات واليوم اليوم بنفوز إن شاء الله بإذن الله جابر تمنياتك أنت كمعلق رياضي ومباراة مثل هذه إذا أتحت لك فرصة تمنياتك يعني أكيد تتمنى أنك تعلق في هذه المباراة صح؟ والله أنا كلموني اليوم بس الله كلموني من قبل أسبوع أنا حلقي مرة وجعني وما قدرت أن أعلق فديتهم من بدري خبر أني ما أقدر أعلق سلامات إن شاء الله نشوفك في اللقاءات القادمة إن شاء الله بالمايك وبالحنجرة الذهبية ما يحتاج والله أنتم ما قصرتوا دائما دائما ما شاء الله أفضل قناة شفت ألين دحين صراحة تغطية إعلامية في حواري حواري المناطق الغربية سواء جدة مكة الطائف والله صراحة قناة خالد بازيدان مو عشان قابلتوني الأداء مو مجامل صراحة أخواني أنتوا حتى موقع ما يحتاج وأنا صرت مصوركم الجديد يعطيك العافية شرف كبير أنك تنضم لقناة خالد بازيدان ما يحتاج والله أنا لي الشرف أن أكون معك يعطيك العافية الله يعافيك